Çok, pek, fazla. ثلاث صفات تركية تحمل نفس المعنى كثيراً، ولكنها تختلف اختلافاً واضحاً في حالات الاستخدام. متابعي الكرام، أنا أحمد عبد المجيد. في هذا الدرس المفيد بإذن الله تعالى سنتعلم الفرق بين الكلمات çok, pek وفازلا من حيث الاستخدام. طبعاً المعنى واحد وهو كثيراً، كل الكلمات تعني كثيراً، ولكن كلمة فازلا مقدار veya derecenin istenden fazla olduğunu ifade eder. İstenden fazla olduğunu. İstenden fazla يعني تستخدم للتعبير عن كم أو درجة معينة أكثر مما هو مطلوب أو أكثر مما هو متوقع. كأن نقول مثلا bu elbise sana fazla büyük. إنه هذا الفستان كبير كتير عليك. طيب هجم، ما فينا نقول bu elbise sana çok büyük. ترجيح etmiyorum، لا أرجح، لأن المعنى هنا أرجح استخدام كلمة فازلا، أي أن الفستان استندان فازلا، أكبر من اللازم، أكبر من حاجتك، أكبر من رغبتك، أكبر مما أنت بدك. استندان فازلا. مثال آخر، فازلا çalışmaktan yorgun düştüm، وقعت متعبا من العمل الكثير أو العمل الزائد. فازلا çalışmaktan yorgun düştüm، يعني عملت أكثر من اللازم وسقطت متعبا. Peki hocam، ماذا عن الكلمة çok؟ قال çok مقدار veya derecenin fazla olduğunu ifade eder. İstenden fazla değil، fazla، çok fazla. يستخدم لوصف الشيء الكثير جدا من حيث الكمية أو الدرجة أو الجودة. يتم استخدامها بشكل عام مع الأشياء الإيجابية. ركز، قلت لك بشكل عام، هذا لا يعني أنها يعني ما بتجي مع الأمور السلبية، لا، بتجي مع الأمور السلبية أحيانا. نقول مثلا çok mutluyum، çok mutluyum، أنا سعيد جدا، مش أكثر من اللازم، أنا سعيد جدا. وصف السعادة الزائدة بشكل إيجابي، ben çok mutluyum. لا نقول مثلا ben fazla mutluyum، لا نقول fazla mutluyum، السعادة يعني لا تكون يعني زائدة عن الحاجة، السعادة سعادة. çok mutluyum سعيد جدا، fazla mutluyum olmaz. مثال آخر، çok yorgunum، uyumam لازم. çok yorgunum، uyumam لازم، إنه أنا متعب جدا، يجب علي أن أنام. هنا استخدمناها لوصف شيء سلبي، التعب سلبي، أما السعادة فهي شعور إيجابي. مثال آخر، bu ay çok para harcadım، çok para harcadım، صرفت الكثير من النقود هذا الشهر. أيضا هنا مع صفة سلبية. طب فينا نقول فازلا para harcadım، إذا صرفت الزيادة عن اللزوم بتقول فازلا para harcadım، إذا صرفت كثير çok para harcadım. طيب ماذا عن الكلمة pek؟ قال هذه الكلمة مختلفة قليلا، فهي تعبر عن وصف الأمور السلبية فقط بالإضافة إلى وصف الندرة، يعني شيء نادر، يعني الأمور أو الأشياء النادرة، وتستخدم كظرف غالبا بشكل دائم، يعني تستخدم كظرف. كأن نقول مثلا bu filmi pek beğenmedim، لم يعجبني هذا الفيلم كثيرا. هنا جاءت بمعنى ظرف، bu filmi pek beğenmedim، ما حبيته كثير. pek beğenmedim، شوفوا سلبي. مثال آخر، dışarıda hava pek iyi değil، ما فينا نقول çok iyi değil ولا fazla iyi değil، لا، pek iyi değil، الجو في الخارج ليس جيد جدا، pek iyi değil. مثال آخر، pek iyi hissetmiyorum، pek iyi hissetmiyorum، pek iyi hissetmiyorum، ben pek iyi hissetmiyorum، يعني لا أشعر أنني بخير، pek iyi hissetmiyorum. مثال آخر، pek bilmiyorum bu konuyu، يا دا bu konuyu pek bilmiyorum، أنا لا أعرف كثيرا عن هذا الموضوع، bu konuyu pek bilmiyorum. مثال آخر، pek konuşmadı bizimle، pek konuşmadı bizimle، يعني لم يتحدث معنا كثيرا. والآن أصدقائي، تعالوا معا لنختبر فهمنا للمعلومات السابقة من خلال هذا التمرين البسيط، تمرين لكم رح نحل مع بعض. التمرين يقول قم باختيار الكلمة المناسبة لتعبئة الفراغ في الجمل التالية.
Bu filmi fazla ya da çok ya da pek uzun. هذا الفيلم فازلا أو بيك أو تشوك. الجواب الصحيح هو آفرين سيزي فازلا. أي أن الفيلم طويل جدا يعني أطول من اللازم. فازلا تشوك بيك أز بارام كالد. أي وحدة ستختار؟ آفرين سنة تشوك. أي لدي قليل جدا من النقود. فازلا تشوك بيك جزال بير جون جتشير مدم. أي وحدة ستختار؟ hangini seçeceksin? Aferin sana. Ahsant. Senehtar pek. لأن الفعل الأخير منفي والجملة سلبية والمعنى لا أقضي وقتا جميلا بما فيه الكفاية أو لم أقضي وقتا جميلا بما فيه الكفاية. وهيك أصدقائي نكون وصلنا معكم لنهاية درس اليوم. أصدقائي ما تخجلوا من طلب شرح أي شيء من خلال التعليقات، يعني إذا في شيء مو فهمانينه باللغة التركية هو موجود بقناتي أو مو موجود ففيكن تسألوني بالتعليقات أو تطلبوا مني إني أشرح لكم. يعني بإذن الله تعالى أنا رح جاوب على كل طلباتكم حسب الوقت. وشكرا، لا تنسوا المتابعة وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.